موضوع نتكلم عنه. ماشي انا بتكلم انت كده طبعا ما تحكيش على رايك. لو ما تحكيش على رايك انت دخلت في قصه. معلش انا واقف معاك جدا صح طرحت زي المساله. معلش انا واقف عليها. لو الطالب قرا لي 250 صفحه احسن ولا انه يروح يجيب مذكره من المكتبات اللي منتشره بره يذاكرها كام ويقفل خلاص. الحاجه الثانيه انا لان انا لسه مراجع كتاب لحد من زملائي ماشي. الكتاب يعني الحقيقه راجل محترم استاذ جامد وجدير وكل حاجه. هو نفس الكتاب اللي بقاله 20 سنه موجود والتغيير برضو 20-30% من اللي موجود. وبالعكس انا والدكتور احمد انا والدكتور احنا انا اعترضت على حاجات كتيره بس خجلي ومش حاضر اقول زميل ده اللي هو دفعتي اللي انا براجع كتابه ان ده عايز واحد من ثلاثة اربعة. انت فاكر دلوقتي لو طلبنا ان احنا كل الكتب بتعمل لها مراجعه حتى من كليات ثانيه؟ يعني انا عندي في الاداره مثلا عامل كتاب في الاداره بجيب لجنه من خارج الجامعه من كليات معينه من كليات اخرى ما تاخدش في الكتاب ده. والحقيقه يعني يمكن اغلب الكليات ما يعني لم تعترض لان انا طالما عامل كتاب كويس ما خافش اي حد يراجعه. فوجد مقارنه بين فوق الطالب في جامعه القاهره مركز تاني مفتوح وجامعات الخاصه فرق ايه؟ طب هو بس الدكتور علي بس عايز يستكمل فكرته. كمل فكرتك بس يعني انا ما عنديش فكره. انا كنت بتكلم في حته معينه. احنا كنا بنتكلم في المستقبل. حاجه قلتها هي بس العالم ما عملوا دخله وانا ما اعترضتش على حاجه. انا ما بقاش الكلام انا بس برضو عايز اقول مداخله معايا. مداخله معايا لا محمد اسامه تقول لي مداخله معايا. هو انا قلت حاجه مخالفة للحضرة؟ لا بس الكتاب ده هقول معنى استكمال. انا بقول الكلام ده على الكتاب. انا بقول الكتاب ده انا اكتر واحد اسال عليا في الكليه بعمل ايه؟ بقول للدكتور صدق الدكتور مش عايز يالف هجيب كتاب من كليه ثانيه. الدكتور مش عايز يدرس هجيب دكتور من كليه ثانيه. وعامل نظام صارم جدا في تعليم الدكتور. تعليم الدكتور دوت الراجل اللي جه قال لك هدرس معاك تلتزم بقانون تعليم الدكتور. ما تجيش تقول لي فلوس شويه. ما تقولش تقول لي انا بخش ومش عارف ايه. لا ده انت بتلتزم تكتب معايا عقد هتدرس الماده الفلانيه بالتوصيف الفلاني ما تخشش تغيره. لما تيجي تالف انت لو تدرس الكتاب واحد تاني تلتزم بالكلام اللي فيه. وانا عايز اقول ان الفلسفه بتاعت التعليم المفتوح لابد فيها اطراف. جميع الاطراف يلتزمون بهذه الشراكه. الطالب، اعضاء التدريس، اداره مركز، اماكن بتاجره، كل المنظومه كلها تبقى شغاله في اطار واحد. انتوا عارفين التعليم المفتوح يعني باب اتفتح لناس واخد بالك؟ وبعد الثورة بدأت هذه الطموحات تكبر أكبر من حجم التعليم المفتوح. بدأوا يقول لك أنا عايز انتخابات زي الطلاب في الجامعة. عايز علاج زي طالب الجامعة. عايز كذا زي طالب الجامعة. والأستاذ في المقابل طلع الأساتذة اللي ماسكين التعليم المفتوح حرامية بيسرقوا بياخدوا فلوس وهو بياخد الفتات. بل بيعلن ثورات على التعليم المفتوح. يا جماعة لما تروح يجي نقط الامتحان ما تروحوش رقم. ما تحطوش امتحانات. يعني ما بيساعدش. ده معوق. فهو ما التزمش من اول ما اشتغل في منظومه. لما نبدا نعمل منظومه جديده ونظام جديد اللي عاجبه يشتغل معانا في هذه السوق المنظومه اشتغل. اللي مش عاجبه في غيره عايز يشتغل.